ابتكرنا احنا طريقة جديدة، وهي حولنا النصوص المسرحية إلى كوميكس. كوميكس اللي هي بالبلدي كده أو ببساطة الفيلم على الورق، اللي هو الأطفال بيسميه كده تجاوزا ميكي، يعني اه اللي هي الحاجات دي. اللي موجود. فحولنا المسرحيات إلى كوميكس بنفس الطريقة اللي بيحبوها الأطفال. وفي الحقيقة ده برضك بتخاطبوا طريقتهم ولغتهم الله وحوارهم ينور على يعني. حضرتك، وده في الحقيقة كان جاي لنا برضك توجيه من يعني من الحاجات اللي انت احيانا ممكن تندهشي منها، ان الرئاسه ممكن تبقى مهتمه بتفاصيل طبعا. صغيره ويجي لك خلي بالكم واعملوا قصص في السياق ده. صح فاحنا فعلا. علشان نعمل ده في الحياه فاحنا عندنا مسرحيات، فحولنا عملنا سلسله جديده اللي هي سلسله الكوميكس، وبنسعى برضك ان احنا نعمل لها تحريك على قد ميزانيات المركز القومي لثقافه الطفل، وبنعمل برضك مجموعات من افلام الانيميشن، حلو جدا. وبنعمل حاجه اسمها القصه الرقميه. القصه الرقميه انا عندي الكتاب، انتجت انا هذا الكتاب، هذا جميل. الكتاب موجود عندي كماتيريال. طب هو كتاب ورقي، طب انا اقدر استفيد منه واحوله الى قصه رقميه؟ باستخدام بعض البرامج وبعض الفنيين اللي موجودين عندنا، حولنا كل القصص اللي هي موجوده عندنا او عدد كبير منها الى قصص رقميه. فده يخش بقى الى منطق الفن اللي هو السينمائي اللي ممكن اشتغل عليه بتفاصيله اللي هي اللي موجوده.